كيف ينظر المسؤول إلى المواطن؟ في ذلك الزمن البغيض كان المواطن عدو، وهو استمرار إلى نظرة المحتل. عندما احتل البريطانيون العراق ينظرون إلى العراقيين أنهم أعداء باعتبار واجههم في ثورة العشرين وفي ثورات كثيرة، فبالتالي المواطن مشكوك فيه، إذا ادعى شيء يحتاج إلى إثبات، وهذا الإثبات يحتاج إلى تأكيد، وهذا التأكيد يحتاج إلى شهادة، وبالتالي يصبح المواطن في دائرة إثبات صحة مدعاه، وتأتي البيروقراطية لأن كل مسؤول يخاف من التوقيع الذي قبله هل هو صحيح أو خطأ. هذا في زمن الذي عشناه في تلك الفترة، ثم جاء زمن البعث البغيض الذي تعامل مع المواطن أنه متهم ويجب أن يثبت براءته وليس بريء، وإنما حتى يخطئ، وإنما هو متهم خاطئ معادل الثورة يريد أن يضعف الثورة، بالتالي فهو متهم ليس له دور. الدور للقيادة السياسية، للنخب الحاكمة، للحزب العظيم. الآن ما هو دور المواطن؟ ما هي نظرة المسؤول للمواطن؟ هل هي نظرة متهم، نظرة صاحب فضل، نظرة أخ؟ أي نظرة هي التي ينبغي أن تسود عندنا عند الراعي، رئيس الدولة، الوزراء، المحافظين، المدراء العامين وما شابه؟ ما هي نظرتهم إلى المواطن وصاحب الطلب؟ هذه أيضا يجب أن تأتي فيها ثقافة تجعل من المسؤول خادم ومن المواطن أخ.